رب، ونقول عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة وتقبل الله طاعتكم و ما أدري شنو أقول، ما أدري شلون أعبر عن مشاعري. عيدنا السنة غير مختلف، حالة حال رمضان راح نقضي واتساب كولز مع أهلنا. مخططة أسوي حلو العيد باكر الصبح إن شاء الله، ومخططة أسوي ريوق العيد باكر إن شاء الله، والخطة من حسين حبيبتي محسن القفاص لو سمحت، يعني أنت عارف أنا شنو أبي منك اليوم. وايد راح أكون طيبة وراح أكون أسلوبي وايد راقي وكلاسي، نهول الفهد منورة البث كالعادة. حرف الميم، ليش حرف لحظة، انت داش بحماس اليوم، حرف الميم، اخترت الحرف على طول. المهم عيدكم مبارك وايامكم سعيدة. شنو خططكم حق باكر؟ محسن ايش راح تسوي باكر على الريوق؟ نزلي نقصة ريوق العيد. والله ولهت عليكم وايد، يعني تعودت اشوفكم كذيك اليوم، قاعدة اوله عليكم بسرعة. ايش تبين خدمة من القفاص منى حسين؟ ايش تبين خدمة؟ ايه صح، نهول ذكرتيني صدق. ايش رايكم بالحلقة الاخيرة والفينال مالت المسلسل؟ ان شاء الله تكونون استمتعتوا بمسلسل محمد علي رود بهالثلاثين يوم. ان شاء الله نكون امتعناكم بكل شيء، و وايد سعيدة بنجاح المسلسل، وايد سعيدة بتفاعلكم الجميل. شكرا 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 على كلامكم الحلو. ضيف اليوم يا محفوظين السلامة، او الشخص اللي راح يدش التحدي معاي اليوم بلعبة البروفيسور، طارق الحربي. طارق الحربي طبعا كان من زمان ودي ألعب معاه، وحدي متحمسة لعبة اليوم، لأن اليوم أنا الخطة أني أنا متنحة، الخطة التكتيكية أني متنحة. لأن هلا وغلا، السلام عليكم، كل عام وعليكم بخير. السلام، وانت بخير وصحة وسلامة، شلونك؟ زينة، شلونك انت؟ وضع الحمد لله، شلون الوضع بالكويت؟ أهل الكويت الحمد لله. كل عام وانتم بخير. أنا عارف إني غثيتهم في سناب شات، بس أسولف كويتي إلين طفشت البلام. لا تكفى، اليوم خلنا نسولف سعودي يا طارق. يلا بسم الله، قدام نشوف انت كمان قدام يعني فيه. يلا ايوه يعني فوقه قدام، تسوي فوقه نعطيك الترجمه. انزين طارق، يعني انا يعني كذا خاطري في حبحب. حبحب مو حبحب، مو حبحب. لا لا، حبحب يعني بالحجازي، او قولي جح جح، يعني عند اهل نجد يقولون جح احيانا. لا انت ما تدري شنو سالفه الحبحب اصلا. ايش سالفه الحبحب؟ امس جاني سؤال، ايوه باللعبه، اوكي، فواكه بحرف الحاء، تمام، كان يغششوني قالوا لي حبحب، كان انا شنو اقول؟ حبحب. ما في حبحب، ما في، اهم شيء الاخلاق، اهم شيء النيه. طارق ايش فيك؟ اهم شيء الاخلاق والنيه. صح، بس يعني حبحب صح، المفروض اي موجود حبحب موجود صح، بس في غير الفاكهه بحرف الحاء، ايش في؟ ما في حبق. حبق مو فاكهه، حبق يعني اذا مو اوكي. لا نلعب اللعبه قبل ما نبدا، خلينا اوكي. ابغاك تشرحي لي لانه ما فهمت. ما فهمت ايه اوكي، انا خل اطول عشان اسمعك عدل. طارق انا امس طرشت لك هذه اللسته، عرفتها؟ اي اوكي، ارسلتي لي اللسته فيها 14 رقم، تمام،
ال 14 رقم هذا اللي هو راح نلعب عليه، اوكي؟ اوكي. يعني النرد راح يختار لنا الحرف. ابوي انا اوكي. متنحه حتى قاعد اشرح لك غلط. ايه انا دحين اوه يعني انا لازم يكون عندي الليسته هذه. ايه والا قلت لك يا طارق انت ما فهمتني وش فيك. طيب انا دحين كيف اجيب الليسته؟ اجيبها من النت؟ لا ما في بالنت يا طارق. طب كيف دحين يكون عندي الليسته؟ انا اقول لك، عندك تليفون ثاني؟ ايه حلو. مو انا طرش لك اياهم بالواتساب؟ صحيح. طرشهم حق رقمك الثاني. موجوده عندي جاهزه في هذا التليفون. بس ما بي منك ولا شيء ثاني غير انه يكون عندك ورقه فاضيه او ورقه تكون مرقمها. حلو ممتاز. أيه. ممتاز جدا. انزين اكتب لي بالورقه، الورقه قسمها كذي ثلاث اقسام. هذا قسم هذا قسم. أي؟ قسمتها. جودي موجود، نهله الفهد موجوده، عبد المحسن القفاص موجود، منى حسين موجوده، كل ربعنا جودي سكيت هنا. كل ربعنا موجودين. Yeah. اوكي. لما تقسم اللسته ثلاث اقسام ابيك بكل قسم تكتب من 1 ل 12. اوكي. في كل قسم اوكي. لما نبدا بكتبهم. اوكي. لا انت اول شيء اكتب لي القسم الاول لازم، اول واحد. اوكي يلا. والله راح اصغر. يا جماعه ابيكم اليوم متنحين معاي لان التناحه هي اللي تفوز، فتنحوا معاي. تمام. اوه ليه ما اجيب ورق طابعه A4؟ يلا يب احسن اريح لك عشان يعني شو اسمه. يا جماعه انتم ملاحظين ايش كثر طارق مو فاهم اللعبه يعني راح نفوز. كل شيء موجود، المكتب ذا فيه كل شيء موجود. فيه كل شيء، اوكي. اوكي، يلا. اجل، أول شيء تكتب لي من 1 إلى أجل، أول شيء أكتب، اوكي. أجل، استخدام كلمة أجل غلط، شباب. والله. أجل يعني عندك أحمر، أجل أعطيني أصفر، كذا. اوكي، حسبالي عيل، نفس أجل. لا هذه انت اللي هذا اللي انت الحين قطيتي بدليه يعني عشان نترجم. استغفر الله. زين انت يعني ساعدني ها، يعني مو طبق علي اذا لا معك لا تشيل. اجل اوكي يلا. اجل انت جاهز؟ اجل انا جاهز. مولك بدليه 2. خلينا نحسب شباب السعوديين، نحسب المطبات البدليات حقتها الحين. يلا انا يعني انا جاهزه، انت جاهز؟ يلا. هذا 1 2 3 4 الى كم؟ الى 12. اوكي. من زمان ما كتبت بالعربي يا الشيء يعني اني يعني قطع الامريكانو والايس لاتيه والكذا خواتي مره لوسيو يعني لابس بالغلط. اوفر لحظه خل اهضم اللي قلته لحظه. جاهز طارق يا ويلك مني. Are you ready? I am ready. نجهز التايمر شباب. نهول خليك معاي. قفاص بليز. نخيتك ما نخيت الذيب الله يخليك. الحين نحرك النرد. لا قبل لا نحرك النرد لحظة، في شيء مهم. ايوه. نجهز اللستة. اختار حرف، اختار رقم من 1 ل 14 يا طارق. ما المفروض اني افتح الليسته عندي، اختار إيه؟ رقم، اختار رقمي المفضل رقم 6. افتح رقم 6. الليسته رقم 6 صح؟ يس. بديت افهم. الحمد لله لك يا ربي، الحمد لله. موجود على الليسته. على فكره طارق اكثر واحد سالني عن اللعبه وما فهم بسرعه، يعني الوحيد اللي ما فهم من بينكم كلكم يلي لعبتوا معي. رب الكعبه اشغل الفويس نوت اللي شرحتيه راح ينتشر الفويس نوت. وقسما بالله الفويس نوت نفسه اللي دزيته حق حسين المهدي، نفسه اللي دزيته حق عبد الله، كلهم فهموا. انت ليش ما فهمت؟ قالت انت عندك بايدك لسته يري من رقم، الرقم فيه حروف، الحرف يوديك الرقم. انا ما يعني
كان الحين فهمت اهم شيء؟ يلا الحين بديت افهم، عندي الليسته موجوده وعندي اللي انا اوكي يلا جاهز. اوكي Are you ready؟ راح الحين النرد هو اللي يحدد الرقم اللي راح يختار الحرف. في معلوم؟ في معلوم؟ يلا بطل يلا. ايه صح نهله الله يذكرك بالشهاده طارق. ايه اذا تكررت اجابه انا كتبتها وانت كتبتها راح نمسح الاجابه مع بعض. تمام. ما راح تنحسب. اوكي. اي كلمه مدموجه بالالف واللام عادي اكتبها، يعني مثلا الليل. اوكي ليل من غير الف لام. تمام. You got it. I got it. And شنو بعد شنو بعد شنو بعد شنو بعد؟ اي راح نلعب كل جيم 3 دقائق فقط. اوكي. معلوم. معلوم انا. انا معلوم. يلا يجي هذا نار تسوي رقم. 13 حرف ال لحظة حرف ال شين. جو حرف الشين حرف الشين. ألقاب. ألقاب ألقاب يعني إيش؟ لقب اسم لقب. أوكي أشياء موجودة بالسماء جايز. أشياء موجودة بالسماء شنو بحرف الشين؟ شاروخ. لا ما شاروخ ما يصير. ما يصير تكتب كلمة مرتين باللستة نفسها. ها أوكي 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 خلصنا اللقب. أشياء موجودة بس أنواع القهوة. أنواع القهوة في شيء جامعات وكليات. جامعات وكليات. أسماك محسن. أسماك لعبتك عاد يعني أنت قاعد تطبخ صار لك 30 يوم. أسماك أسماك. أوكي أخليك تبكي اليوم. دموع دموع دموع. عرفت دور. السمك شو اسم الشمك ذاك؟ أي شمك ذاك؟ أي شمكة؟ لا مو شامور ما في. إي صح 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 وش وش أيوة. ما في. إي بلا بلا جامعات كليات. إي إي حتى عرفته صح. دول انواع القهوه. دول بحرف الشين. انواع القهوه. دول حالة الطقس. حالة الطقس يعني قاعد يطق مطر. دول عادي عادي اقول مدينه بدل دوله؟ ما لا مو عادي لازم دوله. خلاص دول دول دول. اوكي 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 منى. اوكي اوكي اذا طلع غلط يا ويلك انا ماني متاكده من اجابتك. اوكي معلقات. معلقات اشياء تخاف منها. انواع القهوه. اشياء تخاف منها. شخ يلا تكفون تكفون. الله قربت اخلص. لا معلقات اعطوني بسرعه. معلقات اشياء تخاف منها. لا انا غلط. احسن. وحدة قياس. وحدة قياس. صح منى صح صح. اشياء تجدها بغرفة النوم. اوكي اشياء تجدها بغرفة النوم. اي اي صح صح صح. اوكي اسم كتاب. اسم كتاب. كان في اسم كتاب في مخي بحرف الشين. اسم كتاب. وحدة قياس. وحدة قياس. استوب تايم زاب. ارفع يدك يا طارق. فهمت اللعبة. فهمت اللعبة اخيرا. متاخر مخي. انت شنو في هذا مني داخل مني شنو في؟ هذا بطل. هذا المشكلة هذا تشيكن بطل مني ولا شنو يا طارق؟ اتحداك جبتي نقاط اكثر مني. ابى اعرف دحين النقاط كيف تحسبينها؟ اقول لك الحين راح نراجع اجاباتنا مع بعض. اسم لقب شنو كتبت؟ الحين عندي سؤال.
اللقب قصدي قبيلة أو الناس يلقبون الشخص بشيء. كل شيء يمشي. لا شمري. ماشي صح. يعني أنا شكل كتبت شرير. إيه، لأني أنا كاتب شمري وبعدين حاط سلاش، حطيت شامخ، يعني لا يعني إذا ما مشى قبيلة يمشي. اوكي شو اسوي في حط عليه 10؟ صح كلامك صح. اوكي اوكي اشياء موجوده بالسماء. شمس. امسح لان انا كتبت شمس بعد. يا شيني لان غششوني شهب، ما كتبت شهب، كتبت شمس. لا اوكي. انواع القهوه. شماليه. أوه. القهوة الشمالية أشهر قهوة. أنا كتبت شقرة. إي صح صح بعد صح. إيه. جامعات وكليات. ما في شيء، ما في مكتوب. أنا بعد ما في يكتب والله. الحمد لله يلا هيمشي. أسماك. شعور. شعري. يس صح. يس يس اوكي جود جود. اوكي دول. انت ايش اكتب؟ انا اكتب الشيشان والله يا اخي. انت شوف بس انا مكتوب نفس سيم سيم شيشان. انا والله هذا انا مفكر شنو في شنو ما في. انا اسوي هذا الشيء. انزين سبعه. حاله الطقس. يعني ما في حاله طقس بحرف الشين. شديد البروده. يا ربي يا ريتني حطيت شديد السخونة الحرارة. مثلا تخيل خليها فاضية. You have to think out of the box. What's wrong with you? So we have to think out of the box. أنا والله you have to think out of the box. والله العظيم ترى أنا وياك أتكلم أنت وأشكالنا رايحة شوي كلكتة فا يعني. أوف ماي جاد. يعني أوكي هذا ما في خلاص. انت تسوي هذا اكس ما في هذا مني تسوي اكس. اي ابى اشوف المعلقات. اوكي ايش كتبتي معلقات؟ والله انا ما يكتب معلقات. ايوه الحمد لله. انت ما يكتب؟ لا ما في. بوتا تشك. ارى بوتا. اشياء تخاف منها. شوك. ها منو؟ شوك. اوكي. انا كتبت شادي. ما في يلا. ليش ما انا خاف من الشواذي. كيف تخاف يعني؟ ايش يخوف في الشادي؟ مو واحد حران ومو فاضي وياكل موز ما يخوف. قسم بالله كان في شادي بلوكيشننا افترس وحده افتشي شي طب عفوا والله يعني. اوكي تمام. من يومها انا تعقدت من الشواذي. اول شيء احنا الشادي نقول عليه في السعوديه قرد. اي من يومها انا تعقدت من القرود. ايه وحاولي تخلين القاف قاف. تعقدت تعقدت. ومن يومها انا تعقدت من القرود من القرد. يلا تمشي نروح اللي بعده. مشهد تصوير. مريم ويلكم تو ذا لايف. مريم والله ما غششتيني صح يا ويلش يا سواد ليلتش. مريم okay. انا لا مريم okay. لا جميل تشوفونها كثير عشان اقرب اقرا. اوكي زين. وحدة قياس. انا يعرف انت ما يكتب. انا كتبت. شو كتبت؟ شو كتبت؟ كتبت شبر. لا لحظة 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 لحظة. شبر ما هي وحدة. ما في احد يقيس بالشبر مثلا يقول عطني شبرين ولا مثلا ايوه بس هي ما هي بوحده قياس. ليش طالعين فوق طيب؟ ايوه عشان ايوه. لا والله في ناس يعني والله صح شبر صح. ها من اللي قاعد يكتبوا لي صح؟ شوفوا ها شبر. لا مو بوحده مو بوحده مو زين 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 خلاص خلاص لا تاكلوا. أيوة. بتشوري صح صح طارق صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم البداية كذي ضدي الله يسامحكم.
اشياء تجدها بغرفة النوم. انت وش كتبتي على وحدة قياس؟ ما كتبت شيء الحمد لله. حقي مقي نقطة. حقك مقك من قبل. ايوه. اشياء تجدها بغرفة النوم. شماعة. شماعة؟ ايوه. وش شماعة؟ انت يعني الشماعة نعلق عليها الملابس. ما تعرفين واحد يقول والله انت ماخذ الموضوع هذا بس شماعة ولا انت كذاب؟ شماعة يعني تعلق. اي انا الشماعة اللي اعرفها الشخص اللي تعلق فيه بلاويك. اوكي، هي وش الحقيقة الحين؟ هذا تشبيه بس، انه وش الشماعة الحقيقية؟ موجودة في الملابس، في غرفة النوم مسوية كذا، تعلقين عليها التيشيرتات والملابس. الا عرفتها. الله يقطع ابليس. الله يقطع سوالفك. ايش هذه الشماعة؟ ايوه. الله يغرب لبيسك يا طارق. اوكي. ايوه ايش كتبتي؟ شرشف. صح برضه، يعني ما حد يزعل. طبعا. اسم كتاب ايش كتبت؟ الله عاد انا يعني خليت اربع لك. اي قول. كتاب شمس الدين. شمس الدين هذا ريال. اوكي، بوكس اسمه وحطيت اسمه في الكتاب وجابت مره غلط، وهذه مره عدم حرفيه، وهذه مره عدم اخلاق، وامسح الاجابه دحين دحين دحين. ايش دخل الطحينه؟ ليش الطحينه موجوده في المحادثه بيننا الحين؟ انا ترى على فكره ما كتبت شيء، بس والله اني تذكرت شمس المعارف اشهر كتاب. لحظه، هضم القطه مالتك. لحظه، ما يقولون القطة، يقولون الذبة أو النتفة أو النكتة أو الإفيه. لا، أقوى كلمة شنو؟ يعني حقت يعني كذا، يعني حقت يو يو. حقت الرياض يا بوي. الذبة هضم الذبة. والله ما كتبت شيء. أوكي، يعني احنا في الهوا سوا، احسبي نقاطك الحين صح؟ ايه، برافو صح. نحسب النقاط. 1 2 3 4 5 6. صح، 6. يس، تعادل اول جيم. ليش؟ يا الله، انا توقعت اني قايل اكثر منها. توقعت شيء والواقع شيء ثاني، والحقيقه مره. اوكي، الحين نفس الشيء حرف ثاني صح؟ يس. لا، الحين نختار لستة ثانية. حد ثاني. يلا في معلوم أنا. أنت يسوي اختيار رقم 6، أنا يسوي اختيار رقم 10. يلا جي. شكرا يا منمن، شكرا يا منمن يا حبيبة قلب. والله أنت مش عارفة وجودك كده في اللايف عامل نور يا حبيبتي، نور والله. بص يا منى، هو طارق لما يبص في الورق انت غششين، لما هو يبص في الورق. طيب جريت. الحين يا طارق يلا اختار الحرف حق اللستة. ترى اللي قلتيه صح 100% سعودي. والله 1500 مع الاكسنت. مع الاكسنت، مع النطق، مع التيمبو، كله صح. واخيرا راح يتحقق حلمي، يتحقق حلمي مثل ما نصر القصب يا ابويا. يا ابويا اسمعي، شوفي انت تبغين تصيرين نجديه ولا حجازيه عشان نعرف احنا وين نحطك باللهجه؟ انا احب اجمع الناس، احب القلوب تتصافى. خلاص شباب في الكومنت خلوها براحتها. يا جابت معصوب مع ذبيحه. تكفى تعال احتاجك. كل عام وانتم بخير. سلام عليكم. وفينا. وينك؟ كاني. قسما بالله المسلسل اللي مسوينه انتم والشباب اللي بالاونلاين شنو؟ يلا تعالي كوميدي معنا. والله وياكم. يلا العمل الجاي. والله العمل الجاي معاي. وعد تم. ابغى استاذ حسن، ابغى اكون يعني شخصيه سعوديه كذا يعني. لا، باقين تتكلمي عماني، ما باقي سعودي. اوكي تمام. باقي عماني عندي الموضوع يا اخي. باقي نسمع الكلام، باقي
باقي تو ما شفنا الكلام الطيب، تو ما تعرفنا عليكم، تو ما نحبكم يا اهل عمان والله. الله يخليك، الله يخليك ويحفظك. لو ما نتشرف ان شخصيه عمانيه تكون معانا في العمل، وبشخصيه عمانيه. يا جماعه انتم شاهدين العمل الجاي الكوميدي مع الاستاذ حسن البلام، سمعي شخصيه عمانيه، وبعطيك دور امي عمانيه. اوكي اوافق. تم والله. يلا بلعب معاكم، وبعدين اسمها اسمها شعري، مو مو والله احنا نقول عليها شعور في السعوديه. لا مو شعور، شعري. صح شعوم، شعوم، شعوم ولا لحظه كتب شعوم شعري. ولا شعور؟ خلوني اطلع صوره السمك. كان شعري، وهو انت قلتي شعري، وهو قال الشعم غير والشعري غير. لا في إيه؟ شعور والله. والله انا نابهني لا لا تكفى. خلنا سامحه، خلنا سامحه، لان اول مره يلعب وتوه يستوعب اللعبه استاذ، توه يستوعب. ترى انا قاعد اشرح له داخل. شرح والله ترى انت معانا. قال لي لسته يا بني ادم مو في رقم. يلا وين اللسته؟ يلا سؤال، سالي سؤال. يلا يلا كاحين النرد راح يحدد لنا الحرف اللي راح نلعب عليه. شنو؟ لا ما اشوف، انت قول. انا اقول اي صح، ما اشوف. مسكين يا جماعه. اوكي اسحب لك الكرسي، اسحب. بس لا لا كذي. اثنين، رقم اثنين، حرف الباء. جو. حرف الباء. اسم رياضه. قولي قولي في النهايه. اسم رياضه، اسم رياضه. اسم رياضه. اجزاء بالجسم. اكلات صحيه. اي 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 اي. اسم تكرهها، اشياء تكرهها، اشياء تكرهها. وين طيور؟ طيور، طيور. اشياء تكرهها، يقول اشياء تكرهها هي طيور. وسائل ادوات طبخ، ادوات طبخ. منى 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 منى، ادوات طبخ. مريم، ادوات طبخ، اعطوني ادوات طبخ. عندها اللايك كامل ولا شنو؟ شنو؟ الفيهات، شغال الفيهات بثينة. ما في اسمكم حسافة. ادوات طبخ، ادوات طبخ، ادوات طبخ. خلوا اللي راح كله. ادوات طبخ. حيوانات مفترسة. اسم بنت. اي صح. وسائل نقل. حيوانات مفترسة. شنو حيوانات؟ انا ادوات مطبخ. انا اطبخ. حيوانات مفترسة. ادوات مطبخ. اي صح. حيوان مفترس. حيوان. شلون بطريق حيوان مفترس يا جماعة؟ ما يصير. انواع الزهور. بجعة ما يخوف. ما تخوف بجعة، عادي بجعة كلها. انواع الزهور، انواع الزهور. منح انواع الزهور، انواع الزهور. اشياء تطفو في الماء. اي بس باقي لي انواع الزهور، بس باقي لي انواع الزهور. تكفون. بج انواع الزهور، انواع الزهور، انواع الزهور. باقي لي انواع اسم تعطينا تسعة ادوات منها. استاب ارفع ايدك. استاب 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 رفع ايدكم. لا يكتب، ما بيشوف قلم. قلم ما قلم، ما يصير قلم، ما يصير قلم. والله ثلاث اشهر ما عندي قلم. لا تسعسره، لا تسعسره. مو قاعد احك راسي، ما اصوت راسي يعني. زين اشوى. اسم رياضة. بولينج. باليه. اوكي اوكي. اجزاء بالجسم. هذا يعني تعبير مجازي نفس الامثال. البوع. البوع اللي يصير اسود من القعده. ودائري. ليش كلها يا جماعه اللي فوق الفرح. انا احتاج
بوع هذه صدق ولا شوف نهلة الفهد مخرجة من الإمارات كاتبة وين البوع؟ ما يستوي هاي الرمسة يعني تعبير مجازي نفس الأمراض. البوع اللي اللي يصير أسود من القعدة ودائري ليش كله الشعب اللي فوق الفهد. أنا أحتاج بوع هذه صدق ولا شوف نهلة الفهد مخرجة من الإمارات. لا انا بطل ما عندي فما انساه تفضلي. يا سمبتيك والله حطيت بوع انا البوع 100% موجود والله. شوف يعني البعض مؤيد والبعض معارض ولكن عشان استاذ حسن بالله موجود بالبث راح نقول اوكي حبيبي والله تقول صح وياك مالك شغل. كفو كفو محمد حبيبي انت والله. اكلات صحيه برتقال حطيت برتقال لأنه أحسه صحي يعني. لا صحي صدق صحي. أنا كتبت باربيكيو فود. باربيكيو باربيكيو صوص شنو؟ نو 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 سي ذس باربيكيو فود 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 نوع من أنواع الشوي الباربيكيو شوي يعني. لا يس فود باربيكيو فود يس رايت ذس رايت يو ميك باربيكيو فود. يلا وين أهل الفهد يلا خدفون. والله صح. يلا اوكي اوكي خلاص خلاص اوكي 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 ما نبكي اللعبه. شوف ترى انا وياها نفس الاغنيه اتوقع اربع بابا فين بابا هنا هنا هم بوتك يا ظنا. اوكي شكرا لا تكمل صوتك مو حلو. انا وباك كيف كان يقول انا وباك خليك غير غير. اوكي اللي بعد ايش حطيتي؟ يا رب ما يشوف حسين الجسم البث وينهار. شوف عشان يمسح ارقامنا. خمسة اشياء تكرهها. انت وش حطيت؟ حطيت بربير. ما احبه. وشو؟ ما احبه. احنا حطينا بليلة. بليلة. منو ما يحب البليلة بذمتك؟ هو لانه كان يبيعها. اي. انزين بس ياكلونها يحبوها. يحبها صمويها كلها تشيب تعابير شعر بليلة. انا احب البربير. مين ما يحب البربير؟ وبعدين الفكره نواف العابد موجود في البث حبيبي منور البث يا نواف. بس اي فهو يأيدني اكيد 100% احنا ما نواف العابد الحين بياكل سليم. سليم سليم. شكرا اذا كتب سليم قولوا له شكرا انا ما قاعد اشوف كومنتاته. اوكي شكرا نواف. مو البربير ما نحب هذا سليم. نواف انا بغيت اكتب برتقال مال فلوريدا. بغيت تكتب برطمان في مغيب بيني وبين نواف ما حد يفهم. الحمد لله الحمد لله. يلا يلا تتي طيور. طيور ببغاء 100% ببغاء. بطة صح. ايش قصدك بطة وتطالعين؟ لا 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 ابو علي لا بطة. سبعة اسم بنت بثينة. اي صح اسمها بشرى. حطينا لا حطينا حطينا بدور. بدور حطينا اسف بدور. اوكي وسائل نقل. باص. باص. يلا كنسليها الحين. اوكي ادوات الطبخ. بوتاجاز. ايه ده اوكي بوتاجاز حركة ذكية. كولا كولا ابويا كولا. هي المفروض كولا بس كتبها بوتاجاز. بايركس. ها بايركس. بايركس صح. ايه بس انجليزي هذا يعني عادي انجليزي. نو ذس اتس اوكي يو رايت انجلش معرب اتس اوكي. اه شات يعني يس اوكي يو ليف يور لايف ان ذس. انا ابغى اشوف الحيوان المفترس. البومة. أبوي ما صدق ايش كذا مفترسة. بومة مو حيوان طير. لا دقيقة لحظة بومة طير مو حيوان. لحظة انتوا مو كيفكم تعالوا. لا لا طالب في القعدة بخيمة. لحظة تاخذين بيت. أول شيء دقيقة أول شيء البومة مو مفترس. ثانيا الطير حيوان. لا الطير مو حيوان الطير غير الحيوانات. إيه صح الطير حيوان. الطير حيوانات والطيور. يعني في شجره الطير يطير طائر. في حيوان يطير؟ اي في جاب البثينه. كا 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 الطير يعتبر حيوان. لا في فرق حيوانات والطيور. حيوانات والطيور مو كيفكم.
اسمع صوت ثالث معاكم، شنو منو؟ هذا المرجع، هذا المرجع حقي. احنا صرنا لجنه، كنا واحد صرنا لجنه دحين. صرتوا لجنه ما شاء الله، لا اله الا الله. ولكن لحظه، السلام عليكم. القفاص يا هلا مرحبا، كيف الحال؟ تكفى انت راح تحلها. اي اطير روحي قل لي دحينه دحينه دحينه. الطيور الطيور ما هي بحيوانات بذمتك، والله فوقك رب العالمين يشهد عليك. لا يعني فرام حديقه طيور خير يا ابو ثينه. في فرق بين الطيور والحيوانات. ليش ليش يفصلون الحيوانات والطيور؟ اسمع بقولك شيء، انا راضي راضي ان 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 الطير حيوان راضي. يلا اوكي. البوم مفترس من وين؟ اسنانها كبيره كذا. ما عنده اسنان اول شيء، من قال البومه تصيح في الزاويه الحين الحين تصدعه وماسك. صح صح، من قاره من قارها. شف من قاره كذا وتنقر تجرح. من قاره كذا وتنقر. اوكي اوكي انا راضي، انا بقول لك الحيوان اللي انا حطيته. لو تستاهل بطيئه تستاهل تستاهل. يعني صح صح وافقت امشيها اقسم. وافقنا كذا كنا عظيم الله يلعن ابليسكم. انا حطيت 11 انواع الزهور. حلو، ما تبي حيواني؟ اوكي حطيتها خلاص صح. اوكي شنو؟ حطيت حطيت صح. اقول حيوان حقي ما تبغينه؟ الحيوان حقك ما كتبت انت حيوان بحرف باء. كاتبين والله شنو؟ كاتب باقيرة. باقيرة خاف ربك؟ والله ما تعرفين باقيرة؟ بلا مال باباي. مو باباي مال باباي يعني مو صدقي. لا لا اسمه باقيرة وتقييمه مو تقييمه تصنيفه باقيرة هذا اسمه. اوكي اوافق اوافق، انت طوفت لي انا طوف. ايوه لان والله العظيم ما في ليه شيء عشان بنمشي بنروح عندنا شغل. لا لا وين تروحون؟ ماكو دخول الحمام مش زي خروجه. لا ابو ثيمة كان في معين سبعه يلعبون. لا اي 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 الخير اوافق اوافق وراح افوز عليكم. لا 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 دقيقه احنا مو حرب. بعلمك العين، بسال سؤال اهم من هذا كله. وش انا متاكد ان اجابتك غلط. نوع من انواع الزهور بحرف الباء. شفت بلاك توليب. هذا فندق. صح توليب فندق شقق فندقيه. لا لا والله بلا لا لا ما ابي سبعه، سبعه مو حلو اصلا. غيره غير سبعه. اثنين. اوكي اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونقط النب. ستعشر حرف. لحظة نشغل التايمر. حرف الطاء. جو طاء طاء طاء. بس البنت بحرف الطاء بس يعني. لا أنا زب طيبة ما يصير. أوكي اسم دواء. اسم دواء. أجهزة كهربائية. اسم دواء بحرف الطاء. أجهزة كهربائية. أوف الغش يعني يعني من من أفخر أنواع الغش قاعد تغشون من ويوكم أحس. دواء أعطوني دواء دواء. أجهزة كهربائية. الثاني شنو؟ اسم أجهزة ماركات عالمية. طنادول ما يصير يا جماعة، لا تجيبون العيد في اللايف الله يخليكم. منى منى حسين الله يخليك. أجهزة كهربائية. أوكي. ماركات عالمية. ماركات عالمية. ماركة عالمية بالطاء. الحرف عربي بحت. طولتشي. طولتشي هتقبانا. محسن بسرعة شنو؟ طرمبة؟ ايه احنا وانتم طرمبة. لا لا ما هي طرمبة. طرمبة مال سيارة مو كهربائية. بلا طرمبة. الذبة حقتك مرة ما هي زينة يعني. اهضمها لحظة. غلط اللي تقول يا ربي. انت قلت لي
قالوا لي مو حيوان قبل شوي. نهلة 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 تكفين دواء دواء. عرفت خلاص. ماركات عالمية. حيوانات. حيوانات. حيوانات حيوانات. لغات. امشي بعد امشي بعد. اوكي. اوكي. حيوانات ولغات. اشياء تحتاجها عند الخروج من المنزل. طوكيو. انا سمعت طوكيو. اشياء تحتاجها عند الخروج من المنزل. مطاعم. متأكد؟ نضحك ترى. حطيت لا تسمع وتحط فصوص. شو تحتاج عند الخروج من المنزل؟ التليفون ما يصير. ايه صح 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 صح. تايمز اب. تايم از اب. لحظة وقف ارفع ايدك. ها يلا. اسم بنت. طيبة. طيبة او طيبة. لا تفرق. طيبة. 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 انا كتبت طيبة. هذا كيف حالك؟ غلط. طيبة. لا ما سمعت. يا طيبة. يا طيبة. هذه اسمها طيبة. هذه. ايه ما في واحدة كيف شو اسمك؟ طيبة. كيف حالك؟ ايه طيب. هذه يعني وايد معتزه باللغه العربيه. فما اسمك؟ طيبه. اسمي طيبه. وكيف حالك؟ طيب حالك. ما راح تغلبها هذه. اوكي اوكي. انا طيبه. انا غير. اوكي صح. اسم دواء. ايش اسم هذا الدواء اللي حطيناه؟ الله يعينكم. طنويل. طنويل. ما يصير لازم انت تقوله. اوكي انا قلته. طنويل. منو؟ طنويل. هذا السم مو دواء. شنو طنويل؟ ينحط تحت لسان مال القلب. انا استخدمه في بالوقت اللي الجلطه حبه صغيره تنباع بكرشه صغيره اسمها طوفيل. انا عندي. قول والله. والله والله العظيم. والله العظيم. ايش حطيت انت؟ ما كتبت. ما كتبت. الحمد لله. الله اكبر. فوق اجهزه كهربائيه. طباخه القهوه. طباخه. اول شيء الطباخه القهوه ما هي بطبخه. القهوه شيء ينشرب. وش طباخه القهوه ذي؟ طب انت ايش حطيتي؟ ما يركب. طنجره. انت ايش حطيتي؟ طابعه. بكل بساطه بالمطبخ طابعه. شو تطبعين؟ تطبعين المجبوس حق الفريق؟ لا اجهزه كهربائيه. السؤال. طباخة. شنو؟ الجولة طباخة. الطباخة تشتغل بالغاز وليس بالكهرباء. لا والحين كلها بالكهرباء الجديد. نعم لما تروحين فندق يحطون لك غاز. استاذ استاذ لو سمحت. هو كتب طباخة قهوة. لا ترجع له الحين على الهواء. صح. اوكي اوكي يلا يلا. هذا مني في مخ ما في يعني مني هذا. اوكي ما في شيء. شو رايك بارش مكتوب؟ انشر يلا. اوكي. هوايه. لحظه تعالي تعالي. لان انا الله جابك. اي يلا. وشو انت معلوم يقرا عربي صح؟ اي معلوم. الطباخه الكهربائيه للقهوه. اوكي انت ما كتبت كهربائيه، كتبت طباخه القهوه. ما يصير. غلط غلط غلط. طيب شوفي، واذا وريتك الحين ان انا كاتب الطباخ طبخت. اقرا الكلمه. احسك غشاش ما ادري ليش. قلبي مو مطمن. والله اخر مره غشيت. مستحيل اغش. قول والله. زينه الليله سوينا. يلا خلصي.
هو ما ادري كاتب صح ولا غلط ولا حلو. والله كاتبين صح. شوفي والله صح. هذا حلف والله. شو السالفه رمضان؟ والله وياكم كذاب وياكم كذاب. اه يلا استغويك صار احمر. استغويك صار احمر هذا دليل. كذي مو كذابين؟ ها؟ كذي كذابين رياكشن شنو؟ لا رياكشن وجهك احمر خلاص ما تترقع. يعني اسوي ازرق ما اقدر. اخر مره بنفسجي يعني نصب واحتيال. يلا اللي بعده والله ما تخسر اخر مره الحين تخلصون اللعبه. وش الهوايه اذا تعادل ما راح نخلص راح يكون في فصال. اوكي طيب يلا قول. كتبت طباخه كهربائيه للقهوه. اوكي صح عين خلاص. شوف 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 ضحكت استاذ والله حرام عليك قاعد تسوي فيني حرام والله. والله مالي شغل عنك. والله شو ها دقيقه دقيقه اوكي. ايش ايش رحتي في اللي بعدها الهوايه؟ ايه طيران. كلنا صحيح صحيح. انت كتبت طيران؟ كتبت طبخ. هوايتك الطبخ؟ كل يوم اطبخ ما تشوفين؟ اوكي صح صح اوكي. ماركات عالمية. طب وتخيل. يعني داش سوق كامل عرفتي؟ والله شوف لو قايل له من البداية كان كان يعني كانت إجابة مقنعة بس أنت الحين تو ارتجال ما يصير. يلفيه هوا لازم ما تلفيه مكتوب. وعلى شيء أنا ساكت للأسف استناه يقول أنا عارف. لا والله الصدق الصدق ما حطينا شيء والله. ماكو ما تنحسب أصلا نهائيا. حطيتي أنت؟ إي طوارق. طوارق ماركة؟ طوارق ماركة سيارة. عالمية ماركة سيارات عالمية. لا هذه من فوكس. قاعد تجبزنا. هي فلكس واجن مو طوارق. لا لا قاعد تجبزين لنا بثينا. لا وعطتنا وجه ثقة. يعني شنو هذا؟ ما ستشي تقول انا انسان اتكلم الحقيقه. الرز ريز مو ماركه. الرز ريز نوع موتر. ايه الطوارق اسم من اسماء الفولكس واجن. اوكي اوكي خلاص راح امسحها. اوكي ايوه كلنا ما عندنا. ايش الحيوان اللي بحرف الطاء؟ طاووس. زي انا حاط طاووس ترى فرشت امسح ودي نفسي. لغات. ها شنو قاعد تسوون؟ لا ابي اعرف شنو قلتوا. انا فرشت لهم فرشه علي بالغلط. قلت لهم وش الحيوان اللي يبدا بحرف الطاء وخفت على نفسي فطلعت فيهم ما حد. اوكي يا استغفر الله العظيم. بس اخر حرف يلا ابو ثينه بروح ادخن يلا. سبعه لغات شنو كتبت؟ ما كتب ما كتبنا. طلياني 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 طلياني. هذه صمونه في 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 البطريق. لا استاذ لا طلياني صمونه عند البطريق. لا لا طليان لقب لقب الايطاليين. اي 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 هم يتكلمون شنو؟ ايطالي اللغه الايطاليه. لا انا انا شو بص بص هم يعني بتكلموا ايطالي بتكلموا طلياني مو نفس الحاجه. غلط. لا 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 تسوي فيها شو اسمه يعني يعني بغينا بغينا يعني تذكرين طلياني واحنا واحنا نقول طوكيوي. استاذ انت 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 مقتنع باجابتي بس قاعد تسوي هاي الحركات عشان تطيحوني من 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 الجيم. احلف لنا في لغه اسمها لغه طليانيه. والله طلياني. اه سريع. ما خوفتني لان اسمع وايد يقول يقولون اللغه الطليانيه دول بيتكلموا طلياني. اه والله ايه ده طلياني وايد سمع. انا راضي راضي حطي صح. انا بحط اكس عيب بشوف وش الشيء اللي تحتاجينه بحرف الطاء تاخذينه من البيت. ما كتبت لان خلاص هني وقفت اللعب. حلو الحين انا تدريني انا كاتب كل اللي جاي. قول والله مصيبه. شلون متى مداك؟ انا ما عندي نفس الصمله. لا في واحد لا بس انا احلف عنه.
اوكي انا حطيت الشيء اللي تحتاجه قبل يعني ما هذا طاقيه. طاقيه اوكي صح. اوه صح اوكي. اي لان انت ما راح تحتاجينها ابو فينا طاقيه، ما راح تمشي طاقيه وتطلعين. اي بس كان بامكاني اكتب شيء ثاني بس ما مداني، ما ادري مصيبه شلون كتب بسرعه ما شاء الله. صاروخ انت ولا شنو؟ بس اوكي المطعم، المطعم هو مطعم صح؟ اي المطعم اللي وش حطيتي؟ ما كتبت. اشهر مطعم سوشي في السعوديه وشو؟ طوكيو. طوكيو هذه دي منطقة ايش فيك؟ بس في مطعم مو طبيعي. مطعم طوكيو في مطعم الطاووس بالكويت البيكوك. ما غششتني ليش؟ يا سوشي لذيذ. ويعين مع بعض. غششتني حرام. حرام ورانا مستقبل باهر من المسلسلات استاذ. واحد صار مسلسلات رحنا فيها. واحد وجر واحد. اجرك غالي. لا استاذ شوف ما لي شغل، انا راح ادش معاك بنسبه نص بالنص. قولي الغالي يرخص لك الله يلعن. انا على بالي كل شيء كل شيء. يلا يلا ما يلا وش اللي بعدها ما ادري وش كانت. استاذ ما بينا اجور استاذ خلاص اللي تبيه. اوكي رقعت بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي وش نباتات ايش كتبت؟ لا ما حطيت شنو؟ نبات. الحمد لله الحمد لله. اشياء موجوده بالملاهي. طائرة شراعية. ملاهي يا الظالم، طائرة شراعية ايش دخلها بالملاهي؟ ما اقدر اشتري من هناك. لحظة هي ما راحت وندر وندر لا تشتري الناس. اي طائرة شراعية هذه اللي يصيرونها مو بالملاهي الا وين؟ بالصيدلية. بالصيدلية؟ لا لحظة. طائرة شراعية، طائرة شراعية كان المفروض تكتب طائرة شراعية لعبة عشان افهمك، بس طائرة شراعية معناها طائرة شراعية صجية. الحين هذه انت تفهمينها والطلياني عادي يا اختي. احنا مشينا لك لغة جديدة كاملة ما لها اي حروف ما لها مرجع. والله ما يصير ما يصير استاذ روح دخن خلاص استاذ. يلا حبايبي احبكم. لا لا مصيبش لا تروح. لا لا قاعد غشمه ما نبيك، محتاجين وجودك، وجودك نور البث. سكتين سكتين. واحد كانت الطائره قرطاسيه. يلا حبايبي متابعين اللي قاعد اتابعونكم استمتعوا يعطيك العافيه، برنامج وايد حلو. ثانك يو استاذ يعطيك العافيه. الوعد بالكويت ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك. ادعني. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 سبعة سبعة سبعة. خلاص يعني انت فزت خلاص؟ ايه يلا نروح الحرف اللي بعدها. راح تعطيني فرصة ترى يعني احنا كذي خلصنا التفايز. خلاص انا كذا فزت صح؟ احنا نلعب من 3 حروف. اوكي. Are you ready؟ بتحطها هنا؟ لا 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 تشوف. اوكي. 17 حرف ال لا 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 خلينا نغيره خلينا نغيره تكفى. لو تشوفين شدة القلم وشدة العين بترجع. طيب تدري شنو الحرف اللي طلع؟ ها. حرف الضاد عادي عندك؟ لا لا لا. اوكي 16 لا 16 لعبنا حرف الطاء لعبنا. ركزوا يا شباب يلا يلا شباب حرف الف جو. شو اول شيء؟ دولة عربية. هواية، هواية بحرف الألف. ألوان، أي ألوان سهل. لا لا أي بس عادي يعني إذا كان كلمة ال ما عادي نتخيلها بدونهم عادي. بنخلص كل الألات. إي عادي يلا أوكي مو مشكلة.
لا ما يصير. رجال حاد. هواية هواية هواية. عربية. أكلات 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 ماركات عالمية. أشياء ضرورية في المنزل. أشياء ضرورية في المنزل. أشياء تجدها في الصالونات. أكلات أكلات أكلات. أشياء أشياء ضرورية في المنزل. أشياء ضرورية في المنزل. أشياء تجدها في الصالونات. روح لي بعده. أشياء تجدها بالجمعيات. حالة الطاقة. يا الله يا خشيتوني حزعل. شنو قاعد تقول؟ والله ما طوف لكم اجابات مو مقنعه. اجل جيب اجابه ثانيه معاه. اعطوني شيء شيء غير هذا غير الارز في الجمعيات. حالة الطقس. إيه. أجهزة كهربائية وزواحف. أجهزة كهربائية وزواحف. تكفون بسرعة بسرعة الله يخليكم. محسن. أجهزة كهربائية و باقي واحد. زواحف. تكفون بسرعة. أجهزة كهربائية وزواحف زواحف زواحف. إيه. أجهزة كهربائية. مش ليش طلعتي فيني تشوفيني يعني ما... لأني ما خلصت كنت قاعدة أكتب آخر. اوكي خلاص 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 لا خلاص. كلمة فيها حرفين متشابهين يا طارق. سكاكة. منو؟ اوه لازم تبدأ بالألف طبعا. يا احسب لازم فيها بس حرف الألف. غبائي نسيت نسيت. امزح قدامي. مسحتها والله. شوفي شاطر شاطر. أنا كتبت ألاء. إيش؟ قف. ألاء. أي شيء. أوكي ألاء أوكي. لا ألاء مو ألاء طارق. ألاء ألاء أدري إن ألاء قاعد أقول ألاء. دولة عربية. السعودية. أجدع ناس. ما أقدر أتناقش معك ولا نقطة. أوكي. أردن. هواية. الرقص حطينا. ما أعرف شو نحط. حطينا الرقص صح. السباحة. أوكي صح. والله الأطلع. أوكي. ألوان. أسود. لا. أبيض. أشوه. أشوه. أكلات. أندومي. الله عليك الله. وش حطيتي؟ أرز. أرز. اوكي ماركه. ابر كرومبي اند فيتش. عشان تعرفون اني قاعده العب الحين ادفانس ادفانس يعني مرحله okay. عاشرة. اولدو. اولدو. اسمها البوم اولدو. الدو اولدو ما نعرف هذا حق النقا. صح صح الدو صح. Yeah. أشياء ضرورية في المنزل. الباب. لاعبين على الألف واللام
من الخاطر. اسمه استشوار مو استشوار. اسمه استشوار. والله عندنا اسمه استشوار والله. انا يعني اعرف ترى. اوكي اوكي صح. وش حطيتي؟ اصباغ. هاو؟ اوكي. اوكي. غلط. ايش؟ غلط غلط. لا.